السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الثالث بعنوان تقدير حجم السائل الجزء الثاني. سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال الوحدات القياسية لتقدير أحجام السوائل. تعلمنا في الدرس السابق أن السعة أو حجم السائل هي الكمية التي يسعها وعاء قياس السوائل، وتعلمنا أيضا أن المليلتر واللتر هما وحدتان متريتان للسعة، ووجدنا أن اللتر هو الأكبر ويساوي 1000 مليلتر. في هذه الفقرة عزيزي الطالب سأقوم بحل تدرب المستقل رقم 7، تدرب مستقل صفحة 317. أحوط التقدير الأفضل لكل مما يلي: التمرين 7. عزيز الطالب، ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ ممتاز، إنه حوض أسماك. والآن أخبرني عزيز الطالب، ما الأفضل أن تكون سعة هذا الحوض هي 40 مللترا أم 40 لترا؟ من الواضح عزيز الطالب أن 40 مللترا كمية قليلة من الماء، لأنها تعادل 3 قطرات عيون تقريبا، وهذه الكمية لا تكفي لأن تعيش فيها الأسماك، لذا التقدير الأفضل هو 40 لترا. والآن جاء دورك عزيز الطالب لتحل التمارين من 8 إلى 12، لذا أحضر قلما وورقة وابدأ بحل هذه التمارين. الآن سوف نقوم بحل التمارين من 8 إلى 10. من المؤكد عزيز الطالب أنك توصلت إلى الإجابات، لكن دعنا نتأكد من إجاباتك. في التمرين 8 ماذا يظهر في الصورة عزيز الطالب؟ ممتاز عزيز الطالب، إنها ملعقة صغيرة. أمن الأفضل أن تكون سعتها 15 مللترا أم 1 لتر؟ أحسنت يا بطل، السعة الأفضل هي 15 مللترا، لأن اللتر أكبر بكثير من أن يوضع في ملعقة. والآن سوف ننتقل إلى السؤال 9، ماذا تشاهد عزيز الطالب في هذه الصورة؟ ممتاز، إنها مغسلة اليدين. قل لي عزيز الطالب، من الأفضل أن تكون سعتها 14 مللترا أم أن تكون 14 لترا؟ ممتاز، أحسنت، الإجابة الصحيحة هي 14 لترا، لأن 14 مللترا هي كمية صغيرة وتعادل قطرة عيون واحدة، وهي لا تكفي لأن تملأ حوض هذه المغسلة. سوف ننتقل إلى السؤال 10، ما الذي تشاهده عزيز الطالب في هذه الصورة؟ ممتاز عزيز الطالب، إنها عبوة عصير، وهي تشبه علبة العصير التي تشتريها من المقصف المدرسي. ما الأفضل أن تكون سعتها 250 مللترا أم أن تكون 250 لترا؟ أحسنت يا بطل، الإجابة هي 250 مللترا، لأن 250 لترا أكبر بكثير من أن توضع داخل عبوة عصير. والآن سوف ننتقل إلى السؤال 11، ما التقدير الأفضل لكوب الشاي؟ أهو 150 مللترا أم 15 لترا؟ أحسنت يا بطل، نعم، الإجابة هي 150 مللترا، لأن 15 لترا هي كمية كبيرة ولا يمكن وضعها في كوب شاي. والآن سوف ننتقل إلى السؤال 12، حوض الاستحمام أيمكن أن تكون سعته 115 مللترا أم 115 لترا؟ من الواضح عزيز الطالب أن 115 مللترا هي كمية صغيرة، وهي أقل بقليل من كوب الشاي، لذا فالتقدير الأفضل هو 115 لترا. عزيز الطالب، تأكد ما إذا كانت حلولك مطابقة لهذه الإجابات. والآن سوف ننتقل إلى فقرة ممارسات الرياضيات وحل المسائل صفحة 318، التمرين 18.
أرتب ما يلي من الأقل سعة إلى الأكبر سعة، أكتب بجوار كل منها لتر أو مللتر ليوضح ما إذا كنت أقيس سعتها باللتر أم بالمللتر. الأشياء هي إناء طهي كبير وغسالة الملابس، كأس كبيرة وملعقة الحساء. الأقل سعة في هذه الأشياء عزيز الطالب هو ملعقة الحساء وتقاس بالمللتر. والآن تبقى عندي ثلاثة أشياء، هي غسالة الملابس وإناء طهي كبير وكأس كبيرة. أخبرني عزيز الطالب، من منها يكون الأقل سعة؟ ممتاز عزيز الطالب، إنها الكأس الكبيرة وتقاس سعتها بالمللتر. تبقى عندي شيئين، غسالة الملابس وإناء طهي كبير، من منها سعته الأقل؟ أحسنت يا بطل، إنه إناء طهي كبير وتقاس سعته باللتر. وتأتي أخيرا غسالة الملابس لأنها تتسع لترات أكثر من إناء الطهي الكبير. والآن جاء دورك عزيز الطالب لتحل التمرين رقم 20. لذا أحضر قلما وورقة وأوقف الفيديو لحل هذا التمرين. التمرين رقم 20، مهارات التفكير العليا. تريد خولة قياس سعة بركة ماء صغيرة. لديها وعاء سعته 1 لتر ووعاء سعته 10 مللترات، أي الوعاءين يجب عليها استعماله؟ أوضح إجابتي. من الواضح عزيز الطالب أن بركة الماء صغيرة وهي أكبر من أن تقاس بالمللتر، لذا تكون الإجابة هي سوف تستخدم الوعاء الذي سعته 1 لتر، لأن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير لإيجاد السعة باستعمال الوعاء الذي سعته 10 مللترات. في فقرة التقويم عزيز الطالب صفحة 317 سوف تقوم بحل التمرين رقم 22، لذا أوقف الفيديو بعد سماع نص التمرين. يريد حازم انطلاء جدران مخزن صغير، ويقدر أنه يستطيع إنجاز المهمة بعلبة واحدة. أي مما يلي يعد أفضل تقدير للحجم الكلي لعلبة الطلاء؟ علب الطلاء مختلفة ومتنوعة، فمنها من تكون سعتها 250 مللترا، ومنها من تكون سعتها 500 مللتر وتكفي لطلاء باب غرفة، لكن حازم يريد طلاء جدران مخزن صغير، لذا فأي تقدير هو الأفضل؟ أهو 4 مللترات؟ أم 4 لترات؟ أم 40 لترا؟ أم 40 مللترا؟ أحسنت عزيز الطالب، نعم الإجابة هي 4 لترات تقريبا، لأن 4 مللترات و40 مللترا هي كميات قليلة لأن تطلي بابا. وبالنسبة للخيار سي 40 لترا فإنها كمية كبيرة جدا لطلاء مخزن صغير، قد تكفي هذه الكمية لطلاء غرفتين أو أكثر. عزيز الطالب، تأكد ما إذا كانت إجابتك مطابقة لهذا الحل. ابحث في بيتك عن عبوات تحتوي سوائل مثل عبوات الزيت والعصير وعبوات الصابون السائل، وقم بتسجيل سعتها في ورقة من الأقل سعة إلى الأكثر. والآن سوف نختم درسنا بفقرة الواجب، تدرب في المنزل صفحة 320. أحوط التقدير الأفضل لكل مما يلي. التمرين المطلوب هو رقم 21، أي مما يلي سعته أقرب إلى 1 مليمتر؟ الخيار A هو حوض صغير يحتوي سمكة، والخيار B هو عبوة عصير، الخيار C هو كوب ماء، والخيار D هو أنبوب دواء صغير. لا تنسى عزيز الطالب حل الواجبات المرسلة إليك. وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.